أكد مصدر في البرلمان العراقي قرب إعلان تحالف وطني جديد يضم الوطنية والسائرون وتيار الحكمة. وأضاف المصدر أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إعلانا عن تشكيل نواة لمشروع وطني جامع، إذا تم وضع اللمسات النهائية لهذا المشروع الذي يركز على بناء الدولة والعمل المؤسساتي في جميع النواحي الاقتصادية والأمنية والتجارية والخدمية.